话。جوني باشي كاكا شينا فركبان ولي منك يا بنية حبك السوى بي انت تنامين الليل وانا اسهر ليلي يوم نايم الليلة تحسى مع البوسة اشوف السكر في راس الشهر ويا علي تمنين علي هاي تباع الشامعة علي علي عم علي ولف علي عدلت علي كيفك أبوي علي بدك تضرب صاحبي عاد قلت علي حبيب وداعت عيونك مغار من اللي يحبونك حبيب وداعت عيونك قليلين اللي يشبونك علي كل المنامة قلب يا زين كبيرة جاءت نتيجة الطرق الحديثة في التصدي للعنف ضد المرأة. ومن جملة الإنجازات لعام 2014 أولاً انتصار أم فرج على زوجها بعد اعتراضه على مرقة البوتيتا. أم فرج استخدمت رمي الشطلات عن بعد واضعة 4 طاوات حجم كبير كحاجز يحميها من المواعين الطائرة. لم تكتفي أم فرج باستخدام السلاح البري بل استخدمت السلاح الجوي بإطلاق الصواني الفافون فوق رأس زوجها واستمرت المواجهات لأكثر من 30 دقيقة حتى حسم النصر لأم فرج. جيه وشين هذا العنف ضد المرأة؟ بعدين وينك وعنف؟ الحمد لله أنا مكنافين نتعارك بس ما حد يمد يده على الثاني. إيه هذا عيب، عيب المرأة وعيب الرجال واحد يمد يده على الثاني. وينك وهيك الشغلة عندنا؟ إيه هاي خوش منظمة المرأة أولاً. آه وليش ما تصير أولاً؟ قابل الرجال أحسن من عندنا بشنو؟ شو إحنا نجيب وإحنا نربي وإحنا نطبخ وننظف والرجال يجي عاد جاهز ياكل وملابس نظيفة وفوقها ما عاجبه. أي والله هاي الشغلة مو خوش. المرأة أولاً حلوة هاي عجبتني. اجيتي بوقتك هنا بام سليمة. خير خيي ان شاء الله شغله زينه. ما تقولي لي الرياجيل شنو جاي يسوون اكثر من عندنا. لا تقولي لي حاميه ترى مفوله انا اشو احنا نشتغل واحنا نتعب وهم نافخين نفسهم علينا تقول طاووز. شنو هذا حكيت شو ما افتهمت عليك. انا اقول لك وانا فهمك شوفي هسه هذا بلكي انا تابعته بلكي ينعاد حتى اقول لك شوفي بيا وقت بتوقيت الجي ام تي ما ادري شو اسمه اليوم شفت وحده بالتلفزيون تقول هي رئيسه منظمه المراه اولا. اي والله هاي خوش منظمه ما دام المراه اولا. بس خيه شلون تصير المراه اولا واولا علي من بل؟ هذا سؤالك حلو. انا حسب ما افتهمت من هاي الاخت كانت المذيعه يعني تدري اني اصير اولا على كنافه وتصيرين اولا على ابو سليمان يعني حقوقنا فوق كل شيء. يا يابا ويا ابويا يا يابا يا يابا. لا 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 هاي ما تصير. انت
ترى سلمنا يتعبون ويهلكون على مودنا وبعدين نقولهم احنا اولا. لا عاد احنا ما نتعب لو احنا ما نهلك، ليش هذا البيت منو جاي رتبه؟ الرجال لو المره شو يطلع ويرجع لوين؟ فايت وقت يجيب على هاي العليليقة اللي يجيب لي بها طماطاية. وهسه اشتردين شريد اريد يسوي شو اسمه هاي مثل هاي المنظمة اللي حكيت عنها هاي الخوش السولف هاي بالتلفزيون وسميها احنا اولا. يا يا ويا ابوي. والله زين هاي واني هم اصير وياك. اي بس خلي اقول لك من هسه ترى انا اصير الرئيسة. حتى انت تردين تصيرين الرئيسة؟ هاي وين ما كان؟ ليش يما انا شبيع عيني ام سليمان مدري ام سلمان؟ ها؟ بعدين شنو؟ هو مو انا ام هاي الشغلة؟ مو انا قلت لك اياها؟ بعدين حتى بالسلفة همان اللي انا اللي القليطة مالتي. عمي صيري هسه انا ما قايلة لا. شوفي انا اصير هاي منتهي منها بالله اصلا ما احتاج رأيك بيها، بس ايش راد انه نجمع نسوان المنطقة ها والقرابة وبيت ام الحفافة اللي انت تعرفه واي نسوان حتى يصيرون كلهم ويانا خوش حين يلا 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 قوموا يلا يلا عيني يلا ما يخالف يلا يلا ما يخالف. اقول لك بس انت لا تقولي لهم بخوته هي الرئيسة، سكت عوف الباقي علي، خلي هاي السالفة سر بيناتنا حتى تترتب وتصير هم 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 رتبة يعني كلش ها زين. اي ادري زين، بس يراد ان نسوي للنسوان قاعدة حتى نحكي لهم على احنا هاي اولا ما ادري شو اسمها. اي احنا اولا بس احنا سهلة ما لك علاقة، نسوي لهم قاعدة ببيتنا ها، وحتى شوي شوي نجيبهم بالحكي، انت فتحي لهم فنجان ها وانا اقرا لهم الكيف وما لك شغلة بالباقي. ام زرار ترى يراد ان تصرفين شوية، مو بس تقدمي لهم هالشاي همين شويه معجنات وهذا البيتي فايف مش اسمه. اقول لك قبر انت على تاخذ امك بهيج منظمه بيتي فور بيتي فور ازعو تعرف تحكي انجليزي ايش ما دريني. هسه الحاصل راح اخذ فلوس من مش اسمه هذا يعني تطلع الشيطان حتى اسمه ما ارد اجيبه على لساني، عموما كنافه واسوي معجنات بالبيت ها هم تطلع السالفه ارخص وهميني اشو هم رجعنا الكنافه لعد احنا اولا وين؟ إلى حد ما نجيب فلوس قابل أبوك ترك الموضوع علي وأنا أعرف صرفتي وياه بعدين عود إحنا نسرحهم بالقنافذ. هاي يمه شلونك؟ هلا يمه زينه انا ذات زين وشاطر. يمه طبعا شاطر بس اريد فلوس لازم اشتري مواد مال رسم وكراسات. حكي يعني شنو انت ما تقول لي ما تقول لي وين يومين اشتري لك وين توديهن؟ ما جت زين بعدين سالفه فلوسك اللي هسه ويا سالفتي هسه ذا قلنا لابوك يتخبل ما تدري بي بس واحد يقول له فلوس راسه نصيح اخ قلبي. هو والله يتخبل ما يتخبل، انا اريد فلوس حتى اشتري شغلاتي، لعد انت تريدوني اصير شاطر وببلاش. لا يمه لا يمه هاي سهله ما لك شغله، الفلوس حاضره بس خلي اجيبوك. هلا 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 بابا بيتي هلا بالجانه يا الكلشي يا ويا النبض روح على روحك تنسحن حن. شغلة غريبة الله يستر من تاليها. شو هلا بابوك هاي كانها مو بخوته. خلنا نشوف الصدقائق وكل شي يبين. شلونك حبيبتي مبخوته؟ ولك حتى ما تعرف تحكي مثل الأوادم. هو ايش اللي يقول حبيبتي بعدين اول تالي تقول هاي الكلمة الحلوة سنة سنتين اللي صابر قالوني دي فاتك انا سكن انا صابر قالوني دي فاتك. يا مو هيك انا اقول لك انا عمري كله ما سامحتها. ادري مو رحبت بي انا رديت الترحيب مالتك بكلام حلو. يلا خلاص ما لنا شغله هاي سوالفك والحكي. اسمع اقول لك ازرار يريد فلوس يريد يشتري مواد رسم وما ادري من هاي السوالف مال مدرسه. اي مو بعيني يتدلل. اي انا هم اريدن دك 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 دك. ها
انت ليش النوب؟ شنو انا لويش؟ ليش انا يما شنو ما عندي واجبات؟ ما عندي مسؤوليات؟ شو انت دائما تقلل من شخصيتي وقدري؟ يعني هو قدري؟ قدري؟ اوه هم رجعنا للاسطوانة القديمة مالتك. قولي لي شو تسوين بالفلوس؟ ارد اسوي دعوة للنسوان. هسوك الدعوات؟ الدنيا اخر الشهر وانت تريدين تسوين دعوة؟ لا تطولها وياي، تعطيني فلوس وخلصني، لا تظل تداهر وياي، يعني تنطيني تنطيني. هي. زين هاي الدعوة بيا مناسبة؟ ها؟ ارد اسوي جمعية وصير يعني اني الرئيسة. شلون شلون؟ جمعية؟ يا جمعية يابا، يا ام جمعية. ام جمعية؟ تصنف؟ ما عاجبك مو؟ دير بالك، ترى انا مثلي مثلك، وعندي حقوق واعرفها زين. لا تغلس عليه حين. اي وجاب الحقوق بالدعوه والعزيمه والجمعيه، بعدين هاي الجمعيه مال شنو؟ احنا اولا سميتها اني. احنا اولا؟ ليش منو احنا؟ يعني منو احنا غير النسوان؟ يعني اني اولا. وهاي الاولا يحتاج لها عزيمه؟ هسه انت ليش تدخل بشغل النسوان؟ شغله ما تعرف بيها؟ انطيني الفلوس ومالك شغله، يلا فضني. يعني هم انطي فلوس وهم تريديني ما اعرف السالفه؟ اي قلت لك اذا سوي جمعيه مال النسوان حتى ناخذ حقوقنا، ما تقول لي تشلبيت. ومنو ماخذ حقوقكم يابا؟ هو احنا مخلصين من لغاويكم حتى تريدون حقوق؟ يابا اخذي كل الحقوق حتى ما تهم اخذيها، بس خلصيني من العزيمه والفلوس. يعني انت تريد تخلص من الفلوس؟ بتقول اي شيء حتى تقشمرني، والله العب بيك طوبه. انت هسه شو تريدين؟ الفلوس لو تريدين تصيرين اولا؟ انا كل شيء بدي اصير، اريد الفلوس وبدي اصير الرئيسة. شنو السالفة؟ كلها تريد تصير رؤساء وتأمر وتنهي. يعني انت ماكو صاحب كلمة لا، ما تقدر الا تعارض. ما تحينك مبخوتة. انا لا اريد اعارضك ولا اريد اوافق، انا اريد اخلص من هاي اللغاوي مالتك. اقول لك كنافة، ترى عيب هذا الحكي، انا ما عندي لغوة، اعرف احكي وياي زين، تراني مرة عندي حقوق ورد اسوي جمعية واصير رئيستها، واول وحدة صارت وياي ام سليمان. هلا هلا هسه كملت. شكو هسه تطري فلوس ده؟ لا راح تظل تهلهل براسي. مبخوتة انت تريدين تصيري رئيسة؟ اي لا عشر ده صير اللي صاروا احسن مني. اي رئيسة؟ لا مو احسن منك. انا اقترح عليك تصيرين اولا رئيسة بالبيت، تجربين بينا اني وزرار حتى تصير عندك خبرة، وبعدين يصير رئيسة على النسوان. يعني انت اللي تأمرين بالبيت واحنا نمشي وراك. يا عيني تأمرني عندي المهم بس حبك، خاف انت تتعب الحاجي احكي تريد بقلبك. ومن تحكين نجاوب يقول نعم ست، جربي بينا اسبوع وبعدين الله كريم. يعني تعيشي كل شوف؟ اي انا اشوف هيك احسن. ولا ودري بيك جاي تقشمرني، بس يلا خلى جرب بروس الزواج سهلة. هاي تاليتك كنافة، تمشي بكلام مبخوتة وتقولها نعم ست. هي هاي يا ست، الست الرئيسة. والله دنيا غريبة عجيبة، بس شو نسوي؟ أخذها على قد عقلها حتى نخلص من الفلوس ومن العزيمة. لا تظل تدردش. شكاكا شينا فركبان
ويا عليك منين علي هاي تباع الشامعة انا شغل العدي عم علي ولك علي قلت علي كيفك ابوي علي انت قلت لك تضرب صاحبي قلت علي